والله وصف الخامس، درسنا اليوم بعنوان كم بلسمة. تعالوا نفرق بين الشعر والنثر. كما تعلمنا، الشعر هو كلام موزون مقفى له معنى. كلام موزون أي له وزن موسيقي، مقفى له قافية وهي آخر حرف أو حرفين أو آخر صوت متكرر في الأبيات. النثر هو كلام غير موزون وغير مقفى ويدل أيضا على معنى، مثل القصة والرواية والمسرحية وإلى آخره. ماذا تعرف عن الشاعر إيليا أبو ماضي؟ هذه هي معلومات عن الشاعر تستطيع أن تقرأها. أهم ما فيها أنه شاعر لبناني، ولد في عام 1890. كان محبا للشعر منذ صغره، تعلم في لبنان ثم سافر إلى مصر. بعد ذلك سافر أو هاجر إلى الولايات المتحدة، وكون مع جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وغيرهم من المهاجرين اللبنانيين جمعية أدبية عرفت باسم الرابطة القلمية. إذن هو من شعراء المهجر، أي الذين هاجروا. كان يمتاز شعره بعمق النظر والميل إلى التأمل في الحياة والناس. تعرف على هدف الدرس، أن نحدد الفكرة الرئيسية في الأبيات، أن نبين المعاني الإجمالية للأبيات، وتكون المخرجات أن نتعرف على المعنى الإجمالي للأبيات وأن نشرحه. تعالوا نقرأ الجزء الثاني من القصيدة. يا صاحي خذ علم المحبة عنهما، إني وجدت علم المحبة قيما. لو لم تفح هذه وهذا ما شدا، عاشت مذممة وعاش مذمما. أيقظ شعورك بالمحبة إن غفا، لولا الشعور الناس كانوا كالدمى. أحبب فيغدو الكوخ قصرا نيرا، وأبغض فيمسي الكون سجنا مظلما. هنا الشاعر بدأ بأسلوب نداء، يا صاحي، صاحي أي يا صاحبي. خذ علم المحبة، أي عن البلبل والزهرة. البلبل هو يغني، والزهرة أو الوردة هي تفوح تنشر العطر. لأن الحب هذا شيء قيم، أي له قيمة كبيرة. لو لم تفح الزهرة أو لم تنشر العطر ولم يغني البلبل ما شدا، أي لم يغني، عاش مذمم أي مكروه من الناس، وكذلك عاشت الزهرة غير محبوبة. أيقظ شعورك، أي أيقظ إحساسك بالمحبة، بحب الناس، حب كل الناس. إن غفى، أي إن نعس أو نام، أو معناه غاب الشعور. فإذا غاب الشعور كان الناس كالدمى، أي كالأشياء، اللعب التي يلعب بها الأطفال كالتماثيل مثلا. أحبب فيغدو، أي يصير أو يصبح الكوخ. الكوخ هو البيت الصغير المبني من الخشب مثلا، فيصبح الكوخ، هذا الكوخ الصغير يصبح قصرا، كأنه قصر بالحب، نيرا أي مضيئا. وأبغض أي اكره، إذا كنت تكره الناس يمسي الكون كله سجنا. هذا تضاد بين الحب ونتيجته أن يكون الكوخ قصرا، والبغض بالكره يكون الكون كله سجن. الفكرة الرئيسية في الأبيات هي أن الشاعر يوضح أهمية الحب. تعالوا نوضح معاني الكلمات الملونة. صاحي أي صاحبي، قيما أي ذو قيمة أو غالي، شدا أي غنى، مذمم أي مكروه، غفا أي غاب أو نعس أو نام، نير أي منير، أبغض أي أكره. مما يحذر الشاعر في البيت الثاني، هو يحذر من أن لا نعطي الناس، لا نعطي، مثل مثلا البلبل يعطي غناء والزهرة تعطي يعني رائحة جميلة.
تعالوا نتعرف إلى هذا السؤال: ماذا يحدث لو انتشر الكره بين الناس من خلال فهمك للأبيات؟ يكون الكون كله كالسجن، السجن المظلم. المحسنات البديعية مثل هنا أنه شبه الكوخ الصغير بأنه قصر بسبب الحب، وكذلك شبه الكون كأنه سجن بسبب البغض أو الكراهية. تعالوا نتعرف إلى معاني الكلمات الجديدة. قيمة، قيم أي مفيد وغالي. تفح أي تنشر رائحة. شدى أي غنى من يشدو وهو شادي. مذمم أو مذممة مكروه أو شديد العيب. غفى أي نام أو نعس. الدمى أي الألعاب ومفردة دمية. نيرا أي مضيئا. أبغض أي يكره. الآن تستطيع أن تقيم نفسك، اذهب إلى هذه الأسئلة في الدرس ثم قيم نفسك. بعد أن تجيب عن هذه الأسئلة استعرض الإجابة. الآن لا أن تذهب إلى برنامج مايكروسوفت تيمز وتجيب عن الاختبار المرسل إليك. إذا كانت الدرجة أقل من 80% أرجو أن تراجع الدرس مرة أخرى. لا تنسى أيضا أن تقرأ قصة في منصة أنا أقرأ بالعربية، وكذلك أذكرك قبل كل درس أن تسجل حضورك من خلال هذا الرابط. شكرا لكم وإلى اللقاء.